السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة. رحلتنا اليوم ما أقول لكمش رحلة ممتعة رهيبة. سقطرة معروفة بناطحات السحاب والجبال والمرتفعات الرهيبة بإطلالات جميلة جدا يمكن ما تشوفهاش في أي مكان في العالم إلا هنا في جزيرة سقطرة. اليوم رحلتنا رهيبة وممتعة وكمان بنفس الوقت مشوقة، بتعجبكم أنا متأكد 100%. اليوم بنحاول نغطي لكم كل صغيرة وكبيرة في جبل حجهر. طبعا بسبب وعورة المكان اضطرينا ان احنا ننقل من السيارة ما نطلع فوق الشاص. زي ما انتم شايفين الان طالعين جبل حجهر، ان شاء الله نوصل بالسلامة لان المكان صعب انك توصل له، وبعدين بنفس الوقت الشاص ما بيطلعناش الا فوق الجبل، بيوقفنا عند اقرب منطقة وبعدين الطلوع تقريبا ياخذ منك ساعة ونص على الرجل والنزول ساعة ونص. رحلة متعبة بس ممتعة، اقول لكم فيها المتعة. تتكون سقطرة من الصخور النارية القديمة والصخور المتحولة وصخور الجرانيت، وتشمل تضاريس الجزيرة الجبال والهضاب والسهول والأودية والخلجان، وتتوسطها سلسلة جبال حجهر التي يبلغ أعلى ارتفاع لها نحو 1500 متر. طبعا الآن حيطلع لنا مع الأخ، عرفنا باسمك؟ صالح علي اللي انت بتطلع لنا فوق صح؟ صح. فين أقرب مسافة بتبدينا؟ أقرب مكان؟ حجهر. بطلعنا لفوق ولا لفوق؟ لفوق. لفوق كم ياخذ وقت؟ ساعة وساعة وربع بسيارة. طيب ليش يطلعها مشي؟ مشي ساعة ساعتين ساعتين ونص. طبعا الآن احنا طالعين إلى جبل حجهر، الشمس حرقتنا وهنا طاقم العمل كامل، طاقم العمل. الصعود إلى مرتفعات حجهر عملية أشبه بالتسلق، الطريق الترابي والوعر إضافة إلى تضرره المتكرر من السيول والأمطار والانزلاقات الصخرية. أعزائي المشاهدين طبعا زي ما انتم شايفين طريق جبل، يعني طريق وعره جدا، ما فيش اهتمام، ما فيش طريق سيارة واحد، ذهاب وإياب، بس ممتع. المناظر اللي نشوفها هنا يعني ما تحسكش بالتعب وممتعة جدا. أنصح أي شخص يزور سقطرة يجي جبال حجهر، يعني مناظر طبيعية خلابة. صح أنه تعب ومعاناة بس صدقني لما بتوصل إلى قمة الجبل بتستمتع وبتشوف انك التعب هذا كله فدى لهذا المنظر اللي بتشوفه والاماكن والمتعه اللي بتحسها والشعور الرهيب والاجواء يعني خلابه جدا جدا جدا. أنا أول ما أطلع الجبل خلاص ما في شبكة وعورة الطريق زي ما قلت لكم، يعني نصيحة إذا أنت جاي حجهر تعال بطلق فاضي.
ما زلنا في طريق الوعرة، وتقريبا الآن لنا نص ساعة نمشي، والسواق ما شاء الله يعني مش مقصر بكل أريحية، وطريق رهيب يعني الطريق، احنا مستمتعين والله واحنا نمشي. المناظر الجميلة والخلابة اللي تشوفها كل ما صعدت أكثر في جبال حجهر تخفف عنك قليل من مشقة السفر وتنسيك لحظات الخوف من انقلاب السيارة لا سمح الله. مثلا الدولة اهتموا بالمكان، حرام مكان سياحي زي هذا، ولا احد اهتم به يعني مكان سياحي وقبلة للسائحين يقولوا من كل اقطار العالم، اهتموا بالطريق هذا اقل شيء يعني. في بعض السائحين بيطلعوا سواح، وفي بعضهم بيقول لك ايش تعبني يعني، رغم ان المكان اللي هم طالعين فيه رهيب، وكمان قبل السائحين في مواطنين فوق عايشين في حجر. طبعاً مرت إلى الآن قرابة ساعة تقريباً، صح ولا لا؟ ساعة، ساعة إلا ربع، باقي كثير صح؟ وصلنا أخيراً سفح حجهر، وها نحن أقرب ما نكون إلى السماء والغيوم المتناثرة في الأجواء. الوقوف هنا في هذا المكان الشاهق أعلى جبل حجهر ينسيك ما تكبدته من عناء أثناء رحلة الصعود، الهواء البارد والقمم الجبلية البيضاء المكسوة بالخضرة، مشهد شعرنا ونحن في حضرته كأننا داخل لوحة فنية متخيلة لجنة النعيم. تقريبا المسافة اللي احنا فيها 1500 متر فوق سطح البحر، زي ما انتم شايفين السحاب ورانا والجو رهيب جدا جدا جدا. طبعا قمة حاجي هير تعتبر أعلى قمة في السقاطرة، تصل إلى 1500 متر ارتفاع في سطح البحر،
فكلما ارتفعنا نحن كلما زادت القطاع النباتي وكلما قل المهددات على هذه الأماكن. فحجهر تعتبر من الأماكن التي تحتوي على غطاء نباتي كبير جدا. أيضا هي تغذي العاصمة حديقة بالمياه، فتجد أن كثير من المياه تأتي من هذه الوديان في منطقة حجهر. فمنطقة حجهر منطقة جميلة جدا، يعني تشتهر في هناك فيها كثير من الرعي، سواء كان رعي الأبقار أو المعز وغيرها. وأيضا الأجواء فيها هناك أجواء صافية نظرا لأنها تكون بعيدة عن الملوثات، فيقصدها السياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة في الصباح. تجد العصافير والطيور، يعني أشياء طبيعية 100%، فلا يوجد هناك تدخلات البشر إطلاقا، ما عدا أشياء خفيفة جدا لا تهدد الحياة البرية في تلك المناطق. تجربة رهيبة جدا، أتمنى للجميع أنهم يتوفقوا ويجوا هذا المكان ويعيشوا هذه التجربة الرهيبة الجميلة اللي ما تكررش. طبعا أنا جالس هنا الآن تحتي هاوية، أنا خايف أن أبسط حركة أسقط، بس علشانكم عشان تطلع اللقطات حلوة خاطرنا وقربنا نسوي هذه الأشياء. في السهوب والمنحدرات المتموجة هذه كان من اللافت وجود أسوار صغيرة تعيد رسم الأرض في أشكال ومساحات مختلفة، وقد كان وجوده مثار للتساؤل بالنسبة لنا. الحوائط السقطرية المعروفة بإجنهن، هذه إجنهن من العجائب التي لم يتم اكتشافها الآن، لماذا وجدت في سقطرة وهي موجودة منذ آلاف السنين. حوائط موجودة في كثير من أنحاء سقطرة وفي بواديها. الحوائط عندنا في سقطرة نوعين، هناك حوائط مرتفعة وهذه لمنع الأبقار من الدخول إلى الأرضية المحاط عليها، ليس هذا المقصود بالحديث. هناك حوائط أرضية مهدومة على الأرض وتستطيع أن تمر عليها، يمر عليها أي شخص أو أي إنسان أو حيوان. هذه الحوائط منتشرة بشكل كبير في سقطرة، واختلف الباحثون فيها لماذا وجدت أصلا. يقول بعضهم أنها وجدت عندما كانت سقطرة مزدهرة بأشجار اللبان، كانت مزارع اللبان، ويقول آخرين أنها وجدت للحفاظ على التربة من انجراف التربة، وبعضهم يقول أنها كانت الأرض تقسم قديما في سقطرة وكل واحد يأخذ نصيبه من ذكر وأنثى، ولهذا عملوا هذه الأحجار. لكن ليس هناك رأي فصل في هذا الأمر، وما زال الأمر يحتاج إلى بحث وتدقيق، لكنها هذه الظاهرة ملاحظة جدا في أرجاء سقطرة، وتستطيع أن تراها في بوادي سقطرة، في ديكسان، في مومي، في غيرها من المناطق. حوائط على مد النظر، وبعضها متقاربة وبعضها متباعدة. هذه الحوائط كانت الناس تهتم بها قديما، لا أحد ينقل الأحجار هذه الموجودة من مكانها. الآن بدأت الناس تنقل هذه الأحجار وتأخذها للبناء، فحصل أشياء أخرى، انجراف التربة، حصل أشياء ضرت بالبيئة، ضربت البندمات بسبب أخذ هذه الأحجار. من ثقافتهم قديما أنهم إذا رأوا شخص يقطع شجرة بعضهم يبكي، وقد يعتدي على هذا الشخص بالضرب والشتم وغير ذلك. لماذا؟ وهذا جزء من الحفاظ على الطبيعة. فمن المهم جدا الإبقاء على هذه المفاهيم القديمة الثقافية حتى نستطيع أن نحافظ على الجانب الآخر. كانوا قديما ممنوع أحد يقطع شجرة حتى لو احتاجها، إلا بعد ما يذهب إلى مقدم القبيلة، ومقدم القبيلة يجتمع بالقبيلة كلها، ويشترط عليه أن يقص الأشجار الغير نافعة والميتة ومن أماكن متفرقة حتى لا يعمل تصحر في المكان. كذلك أيضا قوانين الرعي القديمة للسقوطريين، قوانين ثابتة في الرعي، في فصل معين ينتقلون إلى المنخفضات وفي فصل آخر ينتقلون للبوادي، وهذا حافظ على
التوازن البيئي وعدم الرعي الجائر الذي تعرضت له سقطرة في الآونة الأخيرة عندما بدأت الناس تترك مثل هذه القوانين. خلال رحلة الصعود والهبوط تصادف على الطريق عيون ماء متوسطة الغزارة، بعضها لا ينقطع منها الماء حتى في فصول الجفاف. صادفنا هذا المنظر الرهيب والرائع وسألنا بعض المواطنين ايش سبب هذه الشلالات، قالوا لنا ان سببها العيون وتجمع مياه الأمطار. طبعا مياه نقية رهيبة جدا، هذا المكان لنفسه يعتبر رحلة، فنحن في هذا البرنامج نحاول نبرز لكم اهم الأماكن السياحية والأماكن الممتعة اللي تستمتع فيها أنت وعائلتك. مياه عذبة تطعم النظافة فيها، يعني سبحان الله، بس سبحان الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام رحلتنا وحلقتنا لهذا اليوم في جبل حجهر، وإن شاء الله نكون توفقنا في تغطيته لكم بالشكل المناسب واستمتعتوا معنا في هذه الحلقة. طبعا استغرق طلوعنا ساعتين بالسيارة والنزول ساعتين، وزي ما تشوفوا ملامح التعب علينا احنا والطاقم، لان رحله متعبه لكن شيقه، وان شاء الله نكون توفقنا وغطينا لكم اياها من الالف الى الياء. وتابعونا غدا ان شاء الله في حلقه اجمل وافضل في مكان ممتع ومفاجاه رهيبه ان شاء الله تستمتعوا فيها. مع السلامه.